حياكم الله مشاهدينا، وأهلا ومرحبا بكل من انضم لمتابعة قهوة الصباح خلال هذه الدقائق. حديثنا القادم عن فوز سلطنة عمان وللمرة الخامسة على التوالي بكأسي العالم لمسابقة بينالي الشباب الدولي للتصوير الضوئي ضمن فئة تحت 16 سنة وأيضا تحت 21 سنة في حفل أقيمة في فلورنسا بمدينة بإيطاليا. طبعا هذه المسابقة المرة الأربعين على التوالي، يعني المرة الأربعين، والسلطنة تفوز المرة الخامسة على التوالي. معنا أحد الفائزين في الاستديو، أخونا محمد بن سليمان الشعيلي الفائز بالمركز الأول تحت فئة 21 سنة. أهلا وسهلا بك محمد، نبارك لك الفوز ومبارك لك الفوز. يا أهلا وسهلا وصباح الخير لجميع مستمعينا عبر أثير إذاعة قهوة الصباح وأيضا مشاهدينا عبر قنوات التلفزيون. في البداية أبارك لنفسي ولجميع زملائي الحاصلين على الجوائز الفردية وأيضا الحاصلين أو المساهمين في حصول السلطنة على الكأسي. مبارك لكم محمد ونورتنا في قهوة الصباح، ومبارك لجميع الشباب زملائك اللي تم تكريمهم في إيطاليا أو حتى هنا في السلطنة. نتحدث مباشرة عن محمد، وكيف كلمني أول شيء عن زيارتك لإيطاليا بغض النظر عن التكريم. أهلا وسهلا، طبعا زيارتنا إلى إيطاليا كانت زيارة جدا سريعة وجدا جميلة في نفس الوقت. ثلاث أيام قلت. هنا عم ثلاث أيام، فكانت زيارة جدا جميلة وموفقة، والحمد لله كانت زيارة رائعة لأن رفعنا اسم عمان عاليا. أكيد دائما شباب عمان خارج عمان سفراء للسلطنة. نتكلم عن المشاركة هذه. طبعا في البداية أنا شاركت بعملين في الكاس. نعم. أحد أعمالي فائز بجائزة فردية وهو أتى بعنوان تفكير للوالد عامر الحجري من ولاية بدية. نعم. طبعا العمل يتحدث أو عمل بورتريه باللون الأحادي. العمل يميز أو يتميز بسمو الزي العماني الأصيل، فهذا من مقومات أو من جماليات العمل، والمساعد أيضا على حصول العمل على أحد الجوائز الفردية والميدالية الذهبية. جميل جدا، إيش يعني لك الفوز في الفياب محمد في الدورة الأربعين؟ طبعا هذا الفوز شرف لي وشرف لعمان، وأيضا رفعة لاسم عائلتي عاليا، والحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى حصلت على هذا الإنجاز، والذي أعتبره إنجاز عظيم. جميل جدا. جميل. هو شغف التصوير بشكل عام شغف موجود، ولكن التميز فيه والتكريم والحصول على جوائز عالمية هو هنا المميز في محمد. كلمني عن شغفك في التصوير. نعم، في البداية طبعا عمان ولادة بالمصورين، ونحن في بيئة خاصة بالمصورين. أكيد صحيح. فهذا الشيء من المقومات المساهمة، فالحمد لله أول شيء توجه بالشكر للمديرية العامة للفنون ممثلة بالجمعية العمانية للتصوير الضوئي على جهودهم القائمة في هذا المجال، المجال الفوتوغرافي. بداياتي في مجال التصوير الفوتوغرافي أتت من عام 2014 من الصف السادس الابتدائي. ما شاء الله. استمرت لله الحمد قرابة 7 سنوات، والحمد لله حصلت على العديد من الإنجازات سواء المحلية منها والدولية. جميل جدا. لو نتكلم عن مشاركتك في بينالي الشباب للتصوير الضوئي، تحدثنا عن المشاركة دخولك من البداية وأيضا اختيارك للصورة، وبعدها راح نتكلم أيضا عن مشاركاتك الأخرى محمد. طبعا في بداية الأمر سلطنة عمان، أول شيء بشرح بداية المسابقة هذه. نعم. طبعا هذه المسابقة تشارك فيها الدول بشكل عام. طبعا سلطنة عمان شاركت ب 13 مصور، لكل مصور من عمل إلى عملين في مجموع 20 مصور لكل فئة. جميل. أي بما أن 13 مصور تحت سن 16 سنة و13 مصور تحت سن 21 سنة. نعم. وتم اختيار هذا المصورين بناء على مسابقة قيمت على مستوى السلطنة، والحمد لله توفقنا وتم اختيار أعمالي من ضمن الأعمال المشاركة، والحمد لله توفقنا في حصول السلطنة على 457 نقطة تحت سن 21 سنة. ما شاء الله. و 462 نقطة تحت سن 16 سنة. هذه الصورة اللي شاركت فيها. نعم، هذه العمل فائز للوالد عامر الحجر من ولاية بدية. أضفت له بعض التعديلات صحيح؟ أكيد للصورة؟ أكيد طبعا من الممكن يعني إضافة بعض التعديلات في حدود المعقول. نعم، وهذه مشاركتك مشاركة أخرى غير البينالي صحيح؟ نعم، هذه مشاركة في البحرين في مسابقة الشيخ ناصر بن حمد للإبداعات الشبابية. جميل. أتت بمشاركة 108,800 مصور من 130 دولة. ما شاء الله. والحمد لله حققت المركز الأول تحت في الفئة الثانية
من عمر 18 سنة إلى عمر 24 سنة. ما شاء الله، يعني مراكز أولى يحققها محمد في مختلف المسابقات الدولية اللي تشاركها وأيضا الخليجية، شعورك وأنت تحصل دائما عن المراكز الأولى محمد؟ طبعا هذا في البداية توفيق من الله سبحانه وتعالى، وأيضا حب للمجال اللي نعمل فيه، وأيضا نعم. تشريف لي وتشريف للسلطنة، وهذا صحيح. رفعت الاسم السلطنة عاليا، وهذا أكيد. أحد المقومات التي دائما أسعى إلى الحصول عليها. هو جميل. هذا الهدف السامي لكل شباب عمان في المواهب اللي يتميزوا فيها، أنهم إذا شاركوا عالميا أو دوليا ما يرجعوا إلا بالمراكز الأولى بإذن الله تعالى. أنا أرى فيك شغف كبير، فأريد أعرف طموحاتك المستقبلية. من الطموحات المستقبلية المشاركة في المسابقات العالمية اللي رفعت اسم عمان، وأيضا إن شاء الله توثيقا للحياة الإنسان العماني بكل تفاصيلها، لتهيئة العالم ولمعرفة العالم المشاركة بهذه الأعمال، نخبر الناس من هي عمان. صحيح. جميل جدا. نرفع اسم أو رسالة لرسالة، كأن احنا كمصورين نقدم رسالة للعالم عن طريق صورنا والأعمال الفنية، سواء من الفنانين أو الرسامين أو المصورين، لرؤية عمان بشكل كلهم في مجال مميز. صحيح. جميل جدا، وكل التوفيق نرجو لك أخونا محمد. طيب أنت طالب ما زلت على مقاعد الدراسة، فكيف توفق ما بين مشاركاتك هذه كلها وما شاء الله الإنجازات اللي تحققها وهواية التصوير بشكل عام، وما بين أيضا كونك أنك طالب في المقاعد الدراسية ما زلت؟ نعتبر هذه هي المتعة في هذا المجال، فأوقات الضيق من الدراسة نلجأ إلى هواياتنا وتنفس. هذا الشيء بتنفس أكيد، هذا الشيء المميز في هوايتنا واللي خلانا نعشق هذه الهواية. طبعاً والتحدي الجميل اللي يعيشه محمد، أنا يعني واضح جداً أنك فعلاً مهتم اهتمام كبير في صحيح. موهبتك، موهبة التصوير، وأيضاً لم تهمل الجانب المهم في حياتك اللي هو الجانب الدراسي. أكيد أكيد. في مشاركات أخرى قادمة لك في معارض في داخل السلطنة وخارج السلطنة؟ بإذن الله نسعى لرفع اسم عمان في مشاركاتنا، سواء الداخلية أو الخارجية منها، وإن شاء الله مسابقات مستمرة والمشاركة بإذن الله ستكون مستمرة، ونسعى للحصول مراكز دولة في كل مرة ولله الحمد بإذن إن شاء الله. ودائما مثل ما ذكرت محمد جملة جميلة، أنه يعني دائما كل المشاركين اللي مثلوا السلطنة خارج السلطنة نعم. يعودوا دائما بالمراكز الأولى لرفعة السلطنة دائما. نحن شاكرين وجودك معنا أخونا محمد بن سليمان الشعيلي الفائز بالمركز الأول تحت فئة 21 سنة، شكرا جزيلا لك وكل التوفيق نرجو لك. كل شكر لك أستاذة خديجة والأستاذ محمد الذهلي على هذا الاستضافة الرائعة، وأيضا لتلفزيون سلطنة عمان. بارك الله فيك. أنتم تستحقوا الاستضافة، ودائما مشاهدينا الكرام شباب عمان تسلط عليهم عدسة قهوة الصباح هذا الإبداع لتنقله لكم بإذن الله. فاصل ولنعود بإذن الله.